ولكي نضع كل علم في موضعه اللائق نذكر أقسام العلوم باختصار شديد. ينقسم العلم إلى عقلي ونقلي. فالعلوم العقلية يمكن أن نصنفها في هذه الأصناف الثلاثة: العلوم الضرورية للمجتمع كالصحة والتربية وبمقدار ضرورتها تعد واجبة أو فرض كفاية، العلوم المذمومة في نظر الدين كالسحر والسيمياء والرمل والشعوذة، العلوم المباحة أو الواجبة إذا اقتضى الأمر كالهندسة والرياضيات والطب والفيزياء والكيمياء والتاريخ إلى آخره. أما العلوم النقلية فقد لخصت بدورها إلى المكاشفة والمعاملة. فقسم المعاملة الذي هو فعل أو ترك قد قسم أيضا إلى أربعة أقسام: الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وتسمى أيضا الأدلة الشرعية. الفروع وهي العبادات والمعاملات والمناكحات والعقوبات، كل منها لها مواضع في الكتب. المقدمات وهي اللغة، الصرف، النحو، المعاني، البيان، البديع وأمثالها، مما هي وسائل لتعلم الوجه الصحيح لعلوم الحديث والتفسير والفقه. المتممات وهي التي تتعلق بعلوم القرآن، فالقسم المتعلق بلفظ القرآن هو المخارج، تصحيح الحروف، التقريب. والأقسام التي تتعلق بمعاني القرآن هي التفسير، التأويل، وما يتعلق بأحكامه الناسخ والمنسوخ، الخاص والعام، الجلي والخفي، الحقيقة والمجاز، المجمل والمفسر، المحكم والمتشابه وغيرها مما هو مفصل في كتب الأصول. أما قسم المكاشفة فهو علم الصديقين والمقربين، فهو عبارة عن نور، عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة. ونعني بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى تتضح له جلية الحق في هذه الأمور اتضاحا يجري مجرى العيان الذي لا يشك فيه. وهذا ممكن في جوهر الإنسان لولا أن مرآة القلب قد تراكم صدأها وخبثها بقاذورات الدنيا. قال الإمام سعيد النوسي رضي الله عنه: ولقد شاهدت أن مشاهدة جمال القرآن تابعة لدرجة سلامة القلب وصحته، فمريض القلب لا يشاهد إلا ما يشوه له مرضه. فأسلوب القرآن والقلب كلاهما مرآتان ينعكس كل واحد في الآخر. وقسم المكاشفة هذا من المعلوم من العلوم النقلية، فيبحث ضمن قسمين: اللدنية والوجدانية، ويستند أساساً إلى الكتاب والسنة أيضاً، رغم أنه يبدو مستقلاً. فكل الواردات وكل المواهب التي لا تستنبط من هذين المرجعين الطاهرين ولم تمر من مسقاطهما يقابل بالشبهة والشك، ولا اعتبار للالتزام بذاتيتها ناهيك عن حجيتها. يقول سيد الطائفة الجنيد البغدادي قدس الله وسلم: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. ويبين أبو حفص: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال. وينبه أبو سليمان الداراني بقوله: ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين هما الكتاب والسنة. ويوقظ أبو يزيد بقوله: عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد علي
من العلم ومتابعته. ولو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة. ويوجز أبو سعيد الخراس الأمر بقوله: كل باطن يخالفه الظاهر فهو باطل. ويرشد أبو القاسم النصرابادي بقوله: أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع وتعظيم حرمات المشايخ ورؤية أعذار الخلق والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرخص والتأويلات. فهؤلاء السادة الأئمة إنما يعلمون أمرا جللا، وكثيرون غيرهم لهم أقوال رائعة حول هذا الموضوع، فالعلم خير من الحال لدى أرباب هذا الميدان، لأن الحال تابع كليا للعلم، حيث إن العلم تركة الأنبياء وتراثهم، فالعلماء ورثة الأنبياء. حديث نبوي شريف يضع العلماء في أرقى المراتب. إن علم الحقيقة أو المعرفة التي توصل إليها هي حياة القلوب، نور البصائر، جلاء الصدور وانشراحها، رياض العقول وجولانها، منبع لذة الأرواح، دليل المتحيرين ورفيقهم، أنس المستوحشين وجليسهم. فالعلم مائدة سماوية بألوان أرضية يحوز منزلة تقف الملائكة أمامها باحترام. نعم، العلم مرتبة عظيمة لبلوغ الإيمان، ومحك جيد لتمييز الهداية من الضلالة، واليقين من الشك، وسر إلهي يظهر الجانب الإنساني للإنسان. ولما كان التصوف طريقا للعبادة جل اهتمامه الباطن ويتناول الجانب الروحي للأحكام الشرعية ومدى تأثيرها على القلب والأعماق التي تشوف في الوزان، فهو بالنسبة للمسالك الأخرى أكثر لدنية وأوسع مدى وأصعب فهما، إلا أنه من حيث الهدف والمنطلق نابع من الكتاب والسنة، لا ينافي أي طريق إسلامي آخر. فهو أي تصوف كالعلوم الشرعية الأخرى يؤكد على روح العلم والمعرفة واليقين والإخلاص والإحسان وما شابهها من الحقائق، مستندا إلى الكتاب والسنة والاجتهادات الخالصة للسلف الصالح. فالتصوف نور وضياء يجري من الغيوب بطول موجات تجلي العلم الإلهي، ويحيط بالروح كله، ويفتح الأزاهير في أعماق الإنسان على سفوح السر وتلول الخفي وذرى الأخفى. ولا يسطح هذا النور إلا بواردات الخالد الأبدي سبحانه. إن مبدأ نيل هذه التجليات الإلهية هو توجه السر وما وراءه إلى الله سبحانه وتعالى، وسمو البدن والجسمانية إلى مرتبة القلب والروح، وتوجه القلب إلى الحق سبحانه بالإيمان والمحبة والعشق والجذبة. ومنتهاه هو العلم اللدني. ما هو العلم اللدني؟ العلم اللدني هو حسب فحوى الآية الكريمة: وعلمناه من لدنا علما. نزول شآبيب الرحمة الإلهية من حظيرة القدس إلى الأعماق الإنسانية بلا برزخ ولا حجاب. فالطريق إلى ورود تلك الواردات بل انصبابها غدقا إلى أعماق الإنسان وشرطها العادي هو العمق في العبودية والصدق والوفاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمشاعر الدائرة حول محور الرضا
والسلوك الدائر حول فلك الإخلاص، وسعي القلب من يقين إلى يقين للواردات اللدنية. إن جميع علم الأنبياء عليهم السلام من حيث ظهوره وحيا من الله سبحانه وتعالى وتعليما منه هو علم لدني بالأصالة، كما أن علوم من تبعهم من الأولياء والأصفياء والذين نالوا الإلهام يعد لدنيا من حيث إنها أشعة ضياء علم أولئك الوجوه النيرة. نعم، العلم اللدني لا يكسب بالتعلم والتعليم، فهو وهب إلهي خاص وتجل لقوة قدسية نورانية. هذا التجلي هو معرفة تسيل من الصانع إلى المصنوع ذي الشعور، ومن المؤثر إلى الأثر، أكثر مما هو معرفة ترقي من الصنعة إلى الصانع ومن الأثر إلى المؤثر. وحيث إن الدين بالفهم القرآني يشمل الحياة كلها ويستوعي المكونات جميعها ولا يقتصر على جزئية منها فحسب، بل لا شيء خارجه، ذلك لأن الموجودات كلها والحوادث جميعها تتجلى عليه أنوار الأسماء الإلهية الحسنى لمن يريد أن يبصر، فلا شيء خارج أوامره وعلمه جل وعلا، ولا شيء يفلت من قدرته سبحانه. لذا فليس هناك ما يسمى علم ودين كأن يكون أحدهما يقابل الآخر أو يقارنه أو يتميز عنه أو يناقضه، فالعلوم كلها ما لم تكن مذمومة توصلنا إلى الله تعالى. حتى العلوم الحاضرة من كيمياء وفيزياء وأمثالها تدلنا على الخالق الكريم، ناهيك عن العلوم الإسلامية، ولنوضح ذلك بالآتي. كيف تعرفنا العلوم الحاضرة بالله؟ إن الصانع القدير باسمه الحكم الحكيم قد أدرج في هذا العالم ألوف العوالم المنتظمة البديعة، وبوأ الإنسان الذي هو أكثر من يمثل الحكم المقصودة في الكون وأفضل من يظهرها موقع الصدارة، وجعله بمثابة مركز لتلك العوالم ومحورها، إذ يتطلع ما فيها من حكم ومصالح إلى الإنسان، وجعل الرزق بمثابة المركز في دائرة حياة الإنسان. فتجد أن معظم الحكم والغايات وأغلب المصالح والفوائد ضمن عالم الإنسان تتوجه إلى ذلك الرزق وتتضح به. لذا فإن تجليات اسم الحكيم تبدو واضحة بأبهر صورها وأسطعها من خلال مشاعر الإنسان ومن تضاعيف مذاقات الرزق. حتى غدا كل علم من مئات العلوم التي توصل الإنسان إلى كشفها بما يملك من شعور يعرف تجليا واحدا من تجليات اسم الحكيم في نوع من العوالم. فمثلا لو سئل علم الطب ما هذه الكائنات لأجاب بأنها صيدلية كبرى أحضرت فيها بإتقان جميع الأدوية وادخرت. وإذا ما سئل علم الكيمياء ما هذه الكرة الأرضية لأجاب بأنها مختبر كيمياء منتظم بديع كامل، على حين يجيب علم المكائن بأنها معمل منسق كامل لا ترى فيه نقصا، كما يجيب علم الزراعة بأنها حديقة غناء ومزرعة معطاء تستنبت فيها أنواع المحاصيل كل في أوانه. وأجاب علم التجارة بأن هذه الكائنات معرض تجاري فخم وسوق في غاية الروعة والنظام ومحل تجاري يحوي أنفس المضائع المصنوعة وأجودها. ولا أجاب علم الإعاشة بأنها مستودع ضخم يضم الأرزاق كلها بأنواعها وأصنافها. ولا أجاب علم التغذية بأنها مطبخ رباني تطبخ فيه مئات الألوف من الأطعمة الشهية اللذيذة جنبا إلى جنب بنظام في غاية الإتقان.